أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل التفاصيل نستعرض معا أهم العناوين فيها. تقارير مخابراتية وبوليسية تحذر من ثورة في الجزائر بسبب الفساد المتعلق بملف توزيع السكن، وتنصح الولاة بعدم توزيع 66 ألف وحدة سكنية في الوقت الراهن. النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين تتهم ولد عباس بالتلاعب بملايير الدولارات في ظل استمرار تفاقم ندرة الأدوية. مخابز عنابة والطارف في إضراب ليومين بسبب ما يصفونه بالأوضاع المزرية للقطاع. سكان بلدية الولجة بسطيف يثورون ضد الدرك الجزائري بعد حادثة المطاردة التي أودت بحياة شابين. فلاحو غليزان ومستغانم يغلقون مقر ولاية غليزان للمطالبة بمستحقاتهم. قرر غالبية الولاة على المستوى الوطني عدم توزيع السكنات الاجتماعية التي كان من المقرر أن يستفيد منها المواطنون عشية الاحتفال بالذكرى الخمسينية للاستقلال، لا سيما منهم الفئات التي لا تزال تقطن البيوت القصديرية في الكثير من المدن الجزائرية. وحسب بعض المصادر فإن قرار الولاة هذا يأتي على خلفية التقارير البوليسية والمخابراتية التي حذرت المسؤولين من الإقدام على عمليات توزيع السكنات في الظروف الحالية، لما يشوب هذه العمليات من محسوبية ومحاباة، ويؤشر حسب ذات التقارير إلى إمكانية حدوث ثورة شعبية قد يشعل شرارتها التوزيع غير العادل ل 66 ألف وحدة سكنية هي الآن حسب ما تؤكده دواوين الترقية والتسيير العقاري جاهزة للاستلام منذ عدة شهور، ناهيك أن هذه الحصة تبقى عاجزة وبعيدة عن تلبيتها لعدد طالبي السكن على المستوى الوطني الذي قد وصل حسب بعض الأرقام إلى عتبة المليوني طلب. ومن جهة أخرى كشفت وزارة السكن أن حراسة 66 ألف سكن التي قد تأخر توزيعها لحد اليوم قد أصبحت تكلف عمليات حراستها وصيانتها الخزينة العمومية مليار سنتيم شهريا. اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين خلال ندوة صحفية عقدتها هذه النقابة أول أمس بالعاصمة، اتهم وزير الصحة جمال ولد عباس بسوء التسيير والتلاعب الخطير بأموال القطاع، وهذا بالتواطؤ على حد تعبيره مع جماعات المصالح، الأمر الذي جرى المنظومة الصحية إلى طريق مسدود. وقد طالب الدكتور محمد يوسفي بفتح تحقيق حول وجهة هذه الأموال التي يتحدث بشأنها وزير الصحة ذاته، الذي أكد أكثر من مرة بأن الدولة قد سخرت ملايير الدولارات للقضاء على ندرة الأدوية وتحسين الخدمات الصحية، غير أن النتائج المسجلة منذ تعيين ولد عباس على رأس وزارة الصحة لا تعكس أبدا كما يقول رئيس هذه النقابة ما صرف من أموال، متسائلا عن الصمت المطبق الذي يلتزمه السيد عبد العزيز بوتفليقة إزاء الأزمة التي تعصف اليوم بهذا القطاع، والتي لم يتردد الدكتور محمد يوسفي في وصفها بالمؤامرة التي تحاك ضد المنظومة الصحية في الجزائر، لا سيما أزمة الدواء التي تضرب المستشفيات الجزائرية منذ عدة شهور، مهددة حسب العديد من التقارير بحدوث كارثة وبائية بسبب هذه الندرة غير المسبوقة للقاحات، خاصة منها المضادة لداء السل. لقي إضراب اليومين الذي شل عمل المخابز في ولايتي عنابة والطارف نسبة استجابة واسعة وصلت إلى حدود 78% في اليوم الأول بعنابة وحوالي 88% بالطارف. ويأتي هذا الإضراب الجديد الذي دعت إليه الاتحادية الولائية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة منذ سنوات، من بينها ارتفاع الضرائب وعبء فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز التي تثقل كاهلهم، هذا بالإضافة إلى أسعار المواد الأولية للخبز الذي يرى أصحاب المخابز أن تسعيرته الحالية لم تعد ملائمة اليوم وأصبح من الضروري حسبهم إعادة النظر فيها. حاصر صبيحة يوم أمس المئات من سكان بلدية الولجة بولاية سطيف مقر فرقة الدرك الوطني، وهذا على خلفية وفاة الضحية الثانية في عملية المطاردة التي نفذها الدرك الجزائري منذ 3 أيام في حق 2 من شبان المنطقة كان على متن دراجة نارية هوت بهما إثر هذه المطاردة في إحدى شعاب هذه البلدية،
وتسببت في وفاة أحدهما في عين المكان، بينما لفظ الثاني أنفاسه بمستشفى العلمة بعد يومين من هذه الحادثة التي خلفت وما تزال حالة غضب لدى سكان هذه البلدية الذين يطالبون اليوم بفتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة ومعاقبة المسؤولين عن وفاة شابين لا يتعدى عمرهما 17 سنة. أغلق صباح الخميس الماضي العشرات من الفلاحين المدخل الرئيسي لمقر ولاية غليزان، وهذا احتجاجا على تماطل بنك التنمية الريفية في تسديد مستحقاتهم المالية. وقد تدفق أكثر من 200 فلاح يعملون في إنتاج الحبوب من مختلف بلديات غليزان وحتى من ولاية مستغانم للتعبير عن غضبهم من هذا التأخير في استيفاء مستحقاتهم المالية التي قد تلقوا الكثير من الوعود من طرف هذا البنك بتسويتها، لكن من دون جدوى حسب ذات الفلاحين. ونذكر في الأخير بمرور 54 يوم على اعتقال عضو المجلس الوطني لحركة رشاد المعارضة السيد عبد الله بن نعوم بسجن غليزان. انتهى موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. أدعو كل من له إيمان وثقة بأن الحرية ستتحقق أن يكون معنا